هي كوسه ولا ايه؟ اكيد طبعا قلت تلك المقوله كتير، خصوصا لو في مصلحه حكوميه. طب اشمعنى بنقول ليه مش بنقول يعني هي طماطم ولا ايه؟ ولا هي خيار ولا ايه؟ اشمعنى الكوسه يعني؟ وهنا تكمن الحكايه بتاعه الكوسه. تعال اقولها لك. الموضوع بيرجع لورا شويه ايام المماليك، لما كان لسه في كده عند كل بلد في البوابه وكانت بتتقفل بالليل حضرتك. فكان التجار لما بيجوا بيفضلوا واقفين بقى لحد ما البوابه تفتح. فكان كل واحد بقى قاعد بالتجارة بتاعته، اللي واقف بالطماطم، اللي واقف بالجزر، المهم ايه اللي معه حاجة واقف فين في طابور، وبالدور الناس بتدخل لما البوابة بتفتح. لكن كان هناك استثناء واحد فقط، وهم لتجار الكوسة، وده علشان بيقول ان الكوسة سريعة الفساد وبتبوظ من الشمس بسرعة. فكان لما يجي واحد بالكوسة فكان بينط على طول وكان بيعدي الطابور ده كله وبيدخل. ولما كان حد بيسأل الله واشمعنى الراجل ده عدى الطابور ودخل كده، فكانت بتتقال له تلك المقولة، اصلها كوسة.